انا عملت الدوران ده كله 100 سنتي، 100 سنتي كلها، تمام. اشتغلت بالطول لحد ما وصلت لحردة الباط، الحردة اللي انا عايزاه، تمام اهي. اشتغلت قطعة مستطيلة عادية خالص، هحاول احط لكم حاجة تحت ملونة عشان تبين، تمام. اشتغلت قطعة مستطيلة عادية خالص، وبعدين ابتديت اقسم بقى، هقسمها 3 قطع. قطعة 25 اهي، 25، ودي هتبقى 50، ودي هتبقى 25، بحيث لما اخلص واوصل لحد الكتف هبتدي اقلب الجاكيت اهو، وابتدي اقفل دي كده ودي كده. فبقت المية بتاعتي 50 ورق اهي، وادي 25، وادي 25. لو عايزة بقى اعمل، لو انا يعني شاطرة كده، ممكن اعمل بقى حردة هنا، 7 هنا 7 هنا، ممكن اعمل دوران هنا دوران هنا، مش عايزة مش مهم. برضو عايزة اعمل ورا في النص اعمل في، ممكن. عايزة اعمل دوران ممكن، مش عايزة مش مهم. دي كلها حاجات مش مشكلة، بس دي طريقة. الكم بتاع دي بعد ما بخلص، انا في الجاكيت ده شبكت حرف ال،